بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. المقطع المنشور الذي أغضب يعني البعض في الأزهر مسألة مادة عزيز الشيخ أزهر، هو في الحقيقة المقطع ده اجتزئ عن السياق الذي ذكر فيه، لأن كان بعض المشايخ بيريد رفض الدستور وينتقده بوجود مادة فيها ايه؟ عزل شيخ الأزهر، عدم إمكانية عزل شيخ الأزهر، وكان بينتقد هذا وبيجعلها أمر مخالف للشريعة، لأن شيخ الأزهر ممكن هم كتبوا كده إنه ممكن يرتد ولا يفسق ولا نحو ذلك اللي كاتبينه بعض المشايخ. فكان الكلام ده إجابة على هذا وبيان أصلا فائدة إن دي كانت مواد مجموعة مع بعضها، مش إن إحنا وافقنا على باطل. في الحقيقة إحنا لم نقل إن إحنا وافقنا على أمر باطل، ولكن معنى العزل كان يعني كان في الكلام اللي أنا ذكرته إن دي كانت مجموعة مواد على بعضها، فما يعني لا نفكر في إن إحنا إيه حد هيغيرها، لأن مادة المفسرة اللي الشيخ الأزهر ويعني دافع عنها ورفض تغييرها وجزاه الله خيرا على ذلك، وده موقف بلا شك يحسب له، كانت معها المادة التانية، فلا تحاولوا في هذا الباب يعني لا تحاولوا ان احنا ناخد حاجة اللي احنا كنا طالبنا بيها هم طلبوا بيها نقول لهم لا. الحقيقة ان هم طلبوا بشيء هو حق ليس باطلا، واحنا ما وافقناش على شيء باطل، لان العزل المقصود معناه العزل بقرار اداري و لا غير مبرر. صاحب القرار الاداري من حقه يحط ومن حقه ايه يشيل، واخد بالك؟ فلو هو قرر عزله يبقى عزله، زي بالظبط كده راح جاي اقال الوزير الفلاني، مش تعسف، مش شرط، ممكن حتى هو ما يبررش المبررات، التعسفي ده هيكون له ممكن يطعن عليه، لكن هو ممكن يكون بسبب قرار اداري مجرد ويقول دي صلاحياته عمل رئاسي او عمل ايه سيادي، لكن لما بنقول اصلا اذا ده امر اخر غير مساله انه ايه انه يفقد صلاحيات الوظيفه او انه تنتهي مده تقاعده، يعني مده يبلغ السن القانوني للتقاعد، فده اللي ذكر في الموضوع ده، وليس ان احنا بنقول ده باطل. لا، الحقيقه ان احنا مقتنعين بان عزل شيخ الازهر يجعله امكانيه عزله يجعله تحت السلطه التنفيذيه، تحت أمر رئيس الجمهورية، وبالتالي هذا يؤثر على قراراته، فكونه يبقى غير قابل للعزل هذا كلام في مصلحة مؤسسة الأزهر. هو صحيح هم الذين حرصوا على ذلك، ولكن ما حرصوش على شيء باطل علشان إحنا إيه نعترض عليه. فإحنا بنقول إذا كنا إحنا وافقنا على شيء هم طلبوا به لأنه هو موافق للحق فعلا، وأنه عدم عزله يجعله مستقلا استقلالا حقيقيا عن رئيس الايه عن رئيس الدوله وعن السلطه التنفيذيه، بحيث ان هو ممكن يقول ما يعتقده دون خوف في مساله العزل. فاحنا وافقنا على حاجه هي حق، وبنقول للمشايخ اللي كانوا بيطالبوا بان احنا لابد ان احنا نلغي كلمه عدم قابليته للعزل دي، وكذلك الليبراليين اللي كانوا عايزين يلغوا الماده خالص عشان يلغوا مرجعيه الازهر، ان الحاجه دي كلها على بعضها، انها مواد على بعضها، ودي بلا شك لما انا بالظبط كده وافقت على ماده النصارى جعلتهم يتمسكون ايه المفروض يعني بالايه بمجموع الاتفاق، مجموع الاتفاق، واذا هم خالفوا في ذلك كانوا محجوجين في الحقيقه، كان عليهم الحجه، لان انت ازاي خدت ما تريد ولم تعطيني ما اريد، انا اللي طلبت بالشريعه مش هو، والمؤسسين الازهر هم اللي طلبوا بقضيه عدم عزل شيخ الازهر، بس انا ما وافقتوش على باطل، انا وافقت على حاجه لمصلحه البلاد ومصلحه الازهر، مصلحه منصب شيخ الازهر مش شخص شيخ الازهر. فالقضيه دي ما فيهاش اي مشكله ان احنا نوافق عليها، وكنت بدفع بقول لهم يا اخوانا ما ينفعش ان احنا هنقسم ونقول هناخد دي ومش هناخد دي، لان انا اهتمامي الاكبر كان بماده الشريعه، وهم اهتمامهم كان بماده الشريعه مع ماده ايه؟ عدم عزل الشيخ الازهر. صحيح في كلمات احنا اللي اصرينا عليها بشده اللي هي مصادرها، وان احنا ما يصلحش ذلك،
هو ربنا سبحانه وتعالى قدر ان لا يعني ان هم ما يعني الليبراليين اللي هم عايزين يخلوا الماده ماده ديكوريه ويلتزموا بحكم المحكمه يعني يحطوا تفسير المحكمه الدستوريه العليا لم ينتبهوا في هذا الوقت. وده مش ذنبنا، ما قلناش ان احنا خدعناهم، هو ربنا عز وجل الذي ادى بهم الى هذا الامر. ان كلمه مصادرها دي التي هي في الحقيقه تشمل الكتاب والسنه والاجماع والقياس، هم لم ايه هم لو انتبهوا لهذا الامر ساعتها لكان هذا الامر رفض. فهم احنا ان خدعناهم ليدوا الاساطين الدستور والقانون، لكن هو ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما شاء. انا دلوقتي كده خدعت حد ولو ما ضحكناش عليهم ولا حاجه، ده كلام هم وفهمي واضح جدا. كونهم هم ما قدروش الكلمه دي حق تقديرها، ده من رحمه ربنا وجبنا الحاجه اللي وافق عليها الشعب.